قال محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إن الفنانة المغربية دنيا باطمة موضوع اتهام من طرف مجموعة من المشتكين الذين أدلوا بتصريحاتهم في محاضر الضابطة القضائية على خلفية قضية حمزة مومبيبي. وأورد الحقوقي في تصريح لموقع أشكين تعليقا على خرجة دنيا باطمة على قناة العربية التي نفت فيها علاقتها بالحساب وتوعدت مقاداة المديمي الذي لم تذكره بالاسم، أورد قائلا إن من ضمن المشتكيات بباطمة الفنانة سعيدة شرف وسلطانة وسيدة أخرى تدعى ليلى المالعي. وتابع المتحدث إضافة إلى ذلك فإن باطمة موضوع اعتراف أيضا من طرف سكينة جناح الملقبة بغلامور والتي اعترفت عليها في محضر شرطة القضائية وقالت بالحرف إن دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام باطمة وعائشة عياش هن اللواتي يسيرن الحساب رفقة شخص آخر وفق تعبيرها. وشدد المديمي ردا على دنيا باطمة التي تتحدث على من يقحمونها في القضية بالإتيان بدليل واحد ضدها على أن الأخيرة ورطت نفسها من خلال مجموعة من الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب والتي توثق لتصريحات تضمنت تحية لحمزة مومبيبي بمعنى أنها تعلم جيدا هوية هذا الشخص وتشيد بأفعاله. وكانت باطمة قد نفت يوم أمس خلال حلولها ضيفة على قناة العربية استدعاءها من طرف القضاء المغربي للتحقيق معها في قضية حساب حمزة مومبيبي المعروف بالسب والقذف والتشهير بالفنانين المغاربة، مبرزة أنها تثق في القضاء المغربي والملك محمد السادس لحسم الموضوع. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.